قلنا قبل كده يا جماعة إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير قابل للتنفيذ، لأن الخصم ممكن يستأنف الحكم، فلو استأنف الخصم الحكم وصدر حكم محكمة تاني درجة بتأييد حكم محكمة أول درجة، ففي هذه الحالة يستطيع الصادر لصالح الحكم أن ينفذه، وده رغم إن الخصم بيبقى ليه حق في نقض الحكم، لكن الحق في النقض لا يوقف التنفيذ. طب افرض الخصم المنفذ ضده عايز يوقف التنفيذ، او حتى من صدر في صالحه الحكم عايز يؤكد على الاستمرار في التنفيذ، او عايز يجبر المحضر على البدء في التنفيذ، يعمل ايه؟ كل ده يا جماعه بيطلق عليه المنازعات في التنفيذ. تعالوا النهارده نتعرف على المنازعات التنفيذيه من جهه تعريفها وسببها ومحلها ووقت تقديمها. انا عمرو العروسي وحضرتك بتتفرج على نظريات قانونيه. يمكن تعريف المنازعات التنفيذية أو إشكال التنفيذ أنه الوسيلة التي يستطيع من خلالها الخصم الحصول على حكم بجواز أو عدم جواز التنفيذ أو بصحة التنفيذ أو ببطلانه أو بالاستمرار فيه أو عدم الاعتداد به. يعني إشكال التنفيذ يا جماعة متعلق بمنازعة على تنفيذ الحكم ممكن تكون ممن صدر التنفيذ لصالحه اللي هو المنفذ، فيلجأ لإشكال التنفيذ علشان يحكم بجواز التنفيذ أو بصحة التنفيذ أو بالاستمرار في التنفيذ، والمنفذ ضده بقى بيلجأ لإشكال التنفيذ عشان يحصل على حكم بعدم جوازه أو ببطلانه أو بعدم الاعتداد به. طب ايه بقى الاسباب التي يمكن الاستناد اليها لوقف التنفيذ؟ ودي على فكرة غير شروط وقف التنفيذ اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديو سابق، لان ممكن الاسباب تتوافر ومع ذلك لا تقبل المنازعة التنفيذية لعدم توافر شروطها. المهم دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه بقى الاسباب اللي ممكن تخلي حد يقيم منازعة تنفيذية. عندنا المنازعة في اصل الحق، يعني اصلا انا بقول ان التنفيذ ده ما ينفعش لأنه أصلاً المشكلة خلصت وأن الحكم لم يعد له محل، زي لما القاضي يحكم بالتنفيذ على أموال المدين ويكون المدين قد أدى ما عليه من دين إلى الدائن، هنا بيلجأ المدين للمنازعة التنفيذية لانقضاء الحق محل الدعوى من الأساس. في كمان المنازعة في الحق في التنفيذ، ودي الحالة التي يدفع فيها المدين بأن الدائن ليس له الحق في التنفيذ. احنا عارفين ان التنفيذ ما ينفعش الا لو كان الحكم صادر من محكمة تاني درجة، فان قام المنفذ بالتنفيذ قبل صدور الحكم الاستئنافي فيمكن للمنفذ ضده ان ينازع في التنفيذ لان الدائن ليس له حق فيه، هيكون للدائن حق في التنفيذ بعد حكم محكمة تاني درجة. ايضا المنازعة في امكانية التنفيذ، كان يصدر الحكم بالتنفيذ على مال اصلا لا يجوز الحجز عليه زي الأموال الخاصة بنفقة الصغار لا يجوز الحجز عليها، أو أن يصدر الحكم بالتنفيذ على مال غير مملوك للمدين، مال بقى خاص بابن المدين أو زوجته. أخيرا المنازعة في إجراءات التنفيذ، زي المنازعة المتعلقة بصحة الإعلان بالسند التنفيذي، يعني المنفذ لم يعلن المنفذ ضده بالسند التنفيذي اللي معاه، أو أنه لم يكلفه بالوفاء من قبل التنفيذ عليه، لان احنا عارفين ان احنا لازم نكلف المدين بالوفاء من قبل البدء في اجراءات التنفيذ، فلو لم يتم هذا الاجراء فلا يجوز الحجز على المدين في هذه الحالة. تمام جدا، ايه بقى محل المنازعة التنفيذية؟ يعني المدعي بينازع على ايه؟ بيهدف ايه من المنازعة؟ في الحقيقة الهدف او المحل بيكون اساسه منازعة موضوعية او منازعة مستعجلة. منازعة موضوعية، ودي بتهدف إلى الحصول على حكم حاسم في الموضوع الذي بنيت عليه المنازعة، سواء تعلقت بأصل الحق الذي يجرى عليه التنفيذ لانقضائه أم لا. ومثال المنازعات المتعلقة بالحصول على حكم حاسم في الموضوع مسألة انقضاء الحق الذي أقيمت من أجله الدعوة، كان يقوم المدين بسداد ما عليه من الدين للدائن. ومثال المنازعات التي لا ينقضي فيها أصل الحق المنازعة في إجراءات التنفيذ، وأن المدين لم يعلم بالسند التنفيذي بشكل صحيح كما ذكرنا من قبل. وفي كمان المنازعة المستعجلة، ودي متعلقة بطلب مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل في أصل الحق، ومثالها أنه ما يكونش صدر حكم تاني درجة الذي يبيح للدائن التنفيذ، فيطلب المدين وقف التنفيذ حتى صدور حكم محكمة تاني درجة. هتقول لي طب ايه الفرق وايه أهمية التفرقة بين المنازعة الموضوعية والمنازعة المستعجلة، ولا هي اي تفرقة وخلاص؟ في الحقيقة بيترتب على تلك التفرقة اثار بتنحصر في نقاط اربعة.
أولاً المنازعة الموضوعية، فيجب أن يتم رفعها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى. أما المنازعة المستعجلة فترفع بالطرق المعتادة أو أمام المحضر، يعني يجي المحضر كده أمام المنفذ ضده فيطلب المنفذ ضده منازعة مستعجلة في التنفيذ. كمان المنازعة الموضوعية لا توقف التنفيذ، بيستمر التنفيذ إلى حين الفصل فيها. أما المنازعة المستعجلة فتوقف التنفيذ. الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية يأخذ حجية الأمر المقضي، أما الحكم الصادر في المنازعة المستعجلة فلا يأخذ حجية الأمر المقضي. والمنازعة الموضوعية قد يترتب عليها قبول الاستئناف أم لا، أما المنازعة المستعجلة فيقبل فيها الاستئناف. نيجي بقى لوقت تقديم المنازعة التنفيذية. في الحقيقة المنازعة التنفيذية ممكن تتقدم قبل التنفيذ أو أثناءه أو بعده. في الغالب بتتقدم قبل التنفيذ، وده بيكون من الدائن علشان يشتكي المحضر لامتناعه عن التنفيذ وإلزامه بالبدء في تنفيذ الحكم، ومن المدين علشان يتحوط من التنفيذ ووقاية من أن يتم البدء في التنفيذ ضده، ومن الغير يعني من واحد أجنبي عن الدائن والمدين ومالوش دعوة بالموضوع إن كان في احتمال أن يتم التنفيذ على أمواله أو أن يتم المساس بحقوقه. وممكن يتم تقديم إشكال التنفيذ أثناء التنفيذ، وده بيكون من الدائن ليطلب الاستمرار في التنفيذ أو الطعن بالإقرار بما في الذمة المقدم من المدين، وممكن يكون من المدين لوقف التنفيذ أو المطالبة ببطلان الإجراءات الخاصة به، ومن الغير لحفظ حقوقه ومنع الدائن من التنفيذ عليه. وقد يتم تقديم الإشكال في التنفيذ بعد تمام التنفيذ. عارفين ليه؟ هقول لكم. ممكن يكون التنفيذ تام عن طريق الحجز على أملاك المدين وبيعها، فيطلب أحد الخصوم بطلان هذا البيع. وكمان انتوا عارفين ان أموال المدين بتتوزع على الدائنين، وممكن تكون الأموال الخاصة بالمدين أقل من الدين اللي عليه للدائنين، فتقسم أموال المدين قسمة الغرماء على الدائنين. ففي هذه الحالة يمكن أن يقوم أحد الخصوم بالمنازعة في التنفيذ استنادا إلى بطلان التوزيع واعتراضا على النصيب المخصص ليه.